اهلا اهلا، معكم مها مقالة مها الزياري. الاخبار يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه كويسه. فيديو النهارده الفيديو المنتظر اللي طلبتوه مني كتير، وهو انه ازاي ناخد هدايا من ديور وكل الباوتشز او كل الهدايا اللي انا اخدتها من ديور. فخليكم معايا. قبل ما نبدا، لو متحمسين للفيديو دوت ما تنسوش تدعمونا باللايك وشير الفيديو مع اصحابكم وسبسكرايب لو اول مره تشوفوني، وكمان ما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان ما فتكوش اي فيديو من فيديوهاتي. فخلينا نبدا. طيب خلينا نبدا اوريكم كل الباوتشز الاول، وبعد كده بقول لكم ازاي تقدروا تاخدوا الهدايا ديت من ديور. اول باوتش هبدا بيها وهي في العلبه ديت، وده شكلها بتيجي كده اسود جلد ومن جوه مشمع ومكتوب عليها من هنا كريستين ديور. بعد كده عايزه اوريكم الباوتش دي، ودي قديمه قوي عندي، حتى بصوا صفرت شويه من هنا ومن هنا. الجلد بتاعها قماش اصلا، هي مش جلد سوري، بس شوفوا ازاي بافير والسوسته بتاعتها كده كبيره، لونها اصلا لوحده خطير. بعد كده الباوتش اللي عندي وهي من شانيل مش من ديور، وهي ديت مكتوب عليها هنا كوكو مادمازيل، صح؟ اه كوكو مادمازيل، وهنا شانيل. ده شكلها، ومن جوه جلد سوري قماش مش مشمع. بعد كده الباوتش دي من ميبلين، اوبس قديمه قوي عندي ديت، برضو استخدمتها كتير حتى من جوه، يعني مش نظيفه من كتر المكياج اللي كنت بستخدمه فيها. من جوه برضو مشمع، ومن بره من هنا فرو زي ما انتم شايفين، ومن ورا مكتوب عليها ميبلين. بعد كده الباوتش ديت من ديور، دي برضو بحبها قوي بس لسه برضو ما استخدمتهاش، وده شكلها بتيجي كده ابيض مخمل، بس واخدين بالكم من التفاصيل الرسم اللي موجوده هنا كله، وده كله حفر ديور، وده شكلها من ورا. بعد كده الباوتش ديت من ديور، والعلبه يا عيني رايحه فيها، وهي ديت تيجي كده شكلها، شوفوا قماش هي واخدين بالكم، وبعدين تنفتح من هنا. دي جواها برودكتس على ما اتذكر، اخدتها من ياسمول اظن، كانت مدياني دول هدية، اللي هو كان الكابتشر توتيل سيرم سوبر بوتن سيرم سوري، والكابتشر توتيل سيل انرجي كريم ده، وده السيرم. بعد كده عندي دي ما تعتبرش باوتش بس برضو هدية من YSL، كانت كده وجواها هنا في فرش، وريتها لكم قبل كده الريدي، الفرش طلعتها وبستخدمها يعني، فدي مش محتاجاها في حاجة دلوقتي فشايلاها مع الباوتشز. بعد كده نرجع تاني لديور والكيس اللي بيكون جوه البرايفت كولكشن دوت، اللي بيكونوا كده، هي تعتبر باوتش برضو بس يعني لحد دلوقتي برضو مش عارفة استخدمهم في ايه. وريتكم في الفيديو اللي فات اللي كانت البرنت تبعت الفهد اللي كانت في الكوليكشن تبع الميتزا، مش عارفة اعمل فيهم ايه الصراحة. قلت لكم شفت ناس بتعبيها زي القطن الناعم دوت اللي بيبقى جوه الدباديب، وبتستخدمها كمخدة، وبرضو عندي من المخدات دي كتير جدا دولت، شوفوا هي زي مخدة كده، علشان مثلا هديكم مثال، مثلا ده البرفان غنيتي تثبتي عليها البرفان كده يعني كديسبلاي يعني، فعندي من دول كتير مش بستخدمهم برضو. بعد كده نرجع للباوتش تاني بتاعت ديور، ودي الباوتش اللي بعد كده بتيجي كده كلها فيلفت او مخمل او شاموا، واخدين بالكم، ودي كلمة ديور حفر، وده شكلها من ورا، قلت لكم انا بحب الشيب ده قوي، ومن جوه مشمع. بعد كده نيجي للباوتش اللي بعدها وهي كمان من ديور، وده شكلها بنات بتكون جلد، وده جلد كمان بس بارز مكتوب عليه من هنا سي دي، ومن ورا فاضيه، هي كلها جلد، ومن جوه مكتوب عليها كريستين ديور بيرفيومز، التاج اهو شايفينه، وده كمان مشمع. السيسته بتاعتها سيلفر، وبرده مكتوب عليها من هنا ديور، مش عارفه واخدين بالكم منها او لا. دي عندي منها اعتقد يمكن ثلاثة، اعتقد واحده اديتها لاختي وعندي دلوقتي اتنين. بعد كده الباوتش اللي عندي، واعتقد دي اول واحدة اخدها هدية من ديور على ما اتذكر، قديمة جدا واخدتها من كاري في ديور اللي كان في قطر، وهي ديت شايفين شكلها كده جلد، ومكتوب عليها من هنا ديور، دي شكلها من الجنب،
اوكي، والميداليه بتاعتها او السيسته بتاعتها حلوه قوي. بص محطوط عليها حرف الدي، تتفتح كده اوكي. من جوه بقى هي نفسها جلد، شايفين؟ وعليها النجوم بتاع ديور، فده شكلها من جوه. الباتش اللي بعد كده وهي جديده اعتقد سنه 2022 وهي كانت نازله مع الهوليداي كولكشن. ده شكلها فيلفت برضو، مكتوب عليها من هنا سي دي، والسيسته بتاعتها كده ذهبي اوكي. شايفين من جوه مشمع. طيب يا حلوين، الباوتش اللي بعد كده وهي برضو من واي اس ال، بتيجي كده كانها مكرمشه او مطبقه. انا اوريدي حاطه جواها حاجات مشمع اهي. والباوتش اللي بعد كده وهي من جوتشي ديت، بتيجي كده السيسته كانها فينتج، ومن جوه اسود. دي انا اشتريت حاجه وهما ادوهاني هديه كيس دوت، وجواها في المشط تبع جوتشي، وكان جاي معاها برضو برفان هديه صغير. كمان ديت كانت هديه، دي كده بتيجي قماش ومحطوط عليها هنا سي دي والسيستا سيلفر. خليني اوريكم من جوه. انا اوريدي برضو حاطه فيها جوه مكياج، فيها التاج تبع ديور، ومن جوه قماش. والباوتش اللي بعد كده قلت لكم اوريدي عندي منها، اللي هي ديت. دي كمان قديمه، الثانيه وريتها لكم من شويه كانت جديده. بعد كده عندي الباوتش ديت، دي برضو بحبها قوي. ليه بقى؟ اولا شوفوا لونها يجنن، ومحطوط عليها من هنا سي دي، والسيسته بتاعتها برضو مكتوب عليها ديور. دي اللي بحبها عشان لما بفتحها كده تتفتح كده، فاهمين؟ فبتبقى كبيره وتشيل كتير. ده شكلها من جوه مشمع برضو، وهنا التاج تبع ديور. بعد كده هي ما تعتبرش باوتش، بس هي تعتبر من ضمن الحاجات يعني، ودي برضو انا اشتريتها، يعني دي مش كانت هديه. بتيجي كده في باوتش مخمل، ومن جوه ده شكلها بيجي كده. دي بتاعت السنه اللي فاتت، الرسمه بتاعه دار ديور، وكانت من جوه يا بنات فيها مرايه اهي، وهنا الارواج اللي كانت معاها. دي كده الست كانت بتيجي، بنشيلها كده، ومن هنا برضو تحطي روج، وهنا برضو كان جاي معاها روج فول سايز، فجاي معاها كمان سلسله، بس السلسله مش عندي حاليا. او لو عايزه تستخدميهم مع بعض تقدري ازاي، حطها كده واهي بقت جاهزه، شكلها تحفه. مخلياها في الباوتش بتاعتها زي ما هي، فتقدري تستخدميها ككلاتش مثلا، عندك فرح، عندك مناسبه، بتبقى حلوه قوي وشكلها شيك. طيب الباوتش اللي بعد كده مش من ديور، من شانيل، ولو ملاحظين عندي بس اتنين من شانيل. فهي دي كمان، دي حلوه قوي كانها مخده، بصوا ازاي طريه، ومن جوه بيج مشمع، والسيسته برضو محطوط عليها من هنا الدبل سي لو واخدين بالكم. بعد كده اكبر باوتش عندي من ديور، وهي ديت، شايفين كبيره ازاي؟ لونها كده ابيض، ومن هنا زي الورديه اللي وردتها لكم من شويه، تحسوها كده متبطنه، والسيسته بتاعتها برضو مكتوب عليها ديور، والسيسته بتاعتها كبيره. بصوا شايله قد ايه، شوفوا شايله حاجات كتيره جدا. دي بقى بسافر فيها حرفيا، لانه شايفين قد ايه. طيب الباوتش اللي بعد كده وهي اكتر واحده كيوت عندي، وهي ديت، شوفوا من الباترن بتاعت ميس ديور، ومحطوط عليها من هنا سي دي، وليها سستتين كده. ده شكلها كده، بس خساره طبعا هي مع الشحن ومع السفر وكده حاجه. بصوا بقت متنيه ازاي. بعد كده باوتش من السنه اللي فاتت برضو في الكولكشن تبع الهوليداي، وهي المربعه او مستطيله ديت، برضو فيلفت، مكتوب عليها من هنا سي دي، والسيسته مكتوب عليها ديور. شوفوا من جوه ازاي كلها مكتوب عليها سي دي، وده برضو مشمع، وبرضو كبيره. مش فاتحه للاخر، شوفوا كبيره قد ايه. فلو واخدين بالكم هنا برضو في جليتر على السوستة كله. كمان عندي الباوتشز ديت اللي هي بتاعة شانيل، بتاعة الاي شادوز دول، عارفينهم ان بيجوا مع الاي شادوز، فانا مش بستخدمهم طبعا، فشايلاهم يعني مع الباوتشز التانية، لانه مش منطقي كل ما اجي استخدم باليت اي شادو هروح مطلعهم من الباوتش وبعد كده ارجعه تاني. بعد كده من ديور برضو، وهي الباوتش ديت، لونها كده شوية وردي فاتح، مكتوب عليها من هنا ديور، وده شكل
السوسته من جوه قماش. بعد كده عندي الباوتش دي اللي من تو فيست، لسه موريها لكم قريب برضو. هي بتيجي شفافه اوكي، والسوسته بتاعتها عسل قوي، بصوا على شكل قلب. بعد كده عندي الباوتش دي من واي اس ال مشمه اوكي، ده شكل السوسته بتاعتها. واخر حاجه عايزه اوريها لكم من الباوتشز اللي عندي وهي في البوكس ده، ودي احلى هديه اخدتها من ديور وللاسف الشديد اتكسرت. المهم وهي الشنطه دي، بصوا الجمال. طبعا اللي متابعني من زمان هيكون عارفها، شوفوا جمال. هي شنطة مكياج بس عادي ممكن اخرج بيها، محدش هيقول لي حاجة. دي شكلها حلو اوكي، دي شكلها بتيجي كده كلها من هنا الكناج، وده السي دي بيجي كده سيلفر اوكي. ممكن ان انتي تقلبي دي كده برضو تستخدميها كده، شكلها كيوت خالص. بصوا تتفتح كده وللأسف الشديد المراية اللي جوه اتكسرت. هي فيها مراية كده كلها كبيرة، المراية دي اتكسرت وما بقتش عارفة، والمراية كان مكتوب عليها ديور على فكرة، ما بقتش عارفة اعمل فيها ايه. اتكسرت طبعا من الشحن. خليني بس اوريكم الاول شكلها من جوه ازاي وبعد كده بحكي لكم القصة. فبتيجي كده من جوه، كل ده جلد على فكرة مع المراية. فاللي حصل كالتالي، انه المراية اتكسرت اعتقد من الشحن او مش عارفه، وما بقتش عارفه اعمل فيها ايه. طب اروح لمين؟ طب مين يصلحها لي؟ طب مين يعمل اي حاجه؟ لحد ما اديتها لبابا واخدها عند محل مرايات، وللاسف قالوا له لو شلنا المرايه اللي موجوده اللي هي متكسره الجزء ده هيخرب كله، فاهمين؟ لانه هي شوفوا متوصله اوريدي فيها. فراحوا جايبين مرايه عاديه وقصوها على نفس المقاس ولزقوها، فحتى بصوا دي بقت تقيله ازاي. بس اتس اوكي، مش مهم عندي، المهم منظرها بقى كويس وبقى شكلها حلو واقدر ان انا استخدمها، ما بقاش خايفه ان المرايه تتكسر مني وتتفتفت او تعورني مع الوقت. حتى يا خساره يعني العمال، يعني انا طبعا كنت موصيه بابا، وبابا وصاهم انه ده جلد ناعم ومش هينضف لو اتوسخ، برضو شويه بهدلوها. بس حوادث بتحصل، ودي غلطتي اكيد لان انا شحنتها ما خدتهاش معايا على الطياره لما كنت مسافره. ف من احلى الباوتشز اللي عندي، وبجد بجد بحبها جدا. طيب يا حلوين، نيجي للجزء اللي الكل مستنيه، ازاي بتاخدي كل الباوتشز ديت، ازاي بتاخدي كل الهدايا دي، مش بس الباوتشز، الهدايا التانية، العينات اللي انا بقول لكم ادوهاني هدية. هل انت بتطلبي منهم الهدايا ديت؟ هل هما بيدوها لك على مشتريات معينة؟ ايه اللي بيحصل بالظبط؟ طيب ببساطة ببساطة شديدة، اللي بيحصل كالتالي: على حسب كمية مشترياتك قد ايه، او مشترياتك بكام من الاخر. يعني اكيد مش هتكوني راح تشتري روج واحد مثلا سي ب 80 ولا 150 متوقعة مثلا يدوكي باوتش، اكيد ده مش هيحصل. فعلى حسب عدد مشترياتك بكام، هما عندهم اسميها ايه يعني كاتيجري، على حسب كل واحد بيشتري بكام وعلى اساس الهدايا اللي بتاخديها من عندهم ايه هي بالظبط. فده ببساطه شديده. فعلشان تكوني يعني تقدري تاخدي حاجه زي كده، في عندك كذا طريقه. اولا لازم تكوني بتشتري من بوتيك معين واحد بس، ما تغيريش البوتيكات بتاعتك. يعني مثلا من الاخر ما تروحيش تشتري من سيفورا او تروحي تشتري من دبنهامس لان عندهم منتجات ديور. لا، الافضل ان انت تروحي تشتري من بوتيك ديور نفسه، حتى عشان تاخدي الباكجينج وتاخدي الشنط بتاعتهم والبوكسات بتاعتهم، و الاكسبيرينس نفسها حلوه جوه البوتيك، غير لما تروحي تشتري من سيفورا او من دبنهامس مثلا. دي رقم واحد. رقم اتنين، حاولي تتعرفي على حد من الموظفين، خدي رقمها كلميها، قولي لها مثلا على الواتساب انه عرفيني لو في اي حاجه جديده نزلت، زوري البوتيك كذا مره. يعني خليها مثلا تبعت لك ايه الحاجات الجديده، خليكي اب تو ديت معاهم دايما عشان يعرفوا ان انت فعلا لويال كاستمر معاهم وان انت مهتمه بالكوليكشن. فدي رقم اتنين. في ناس بتفضل ان السيلز اسيستنت بتاعه او بتاعها يكون مثلا راجل، في ناس بتفضل ست. انا عن نفسي بفضل ست، مش هكون مرتاحه وانا قاعده بتعامل مع راجل على الواتساب او اي حاجه واكلمه باريحيه. فده شيء راجع لك انت. دي رقم اتنين. رقم ثلاثة، زوري البوتيك كذا مرة، يعني ما تشتريش حاجتك كلها مرة واحدة. رقم أربعة، ازاي بتاخدي الحاجات ديت؟ زي ما قلت لكم انا اللويال كاستمر جدا،
وبحب ديور فوق ما تتخيلوا، وانا بجد بستمتع بكل التفاصيل وكل القصص اللي بتكون مثلا بتتحكي عن بارفان معين او عن مكياج معين مستوحى من حاجه، يعني فعلا بجد بستمتع. فاذا انت فعلا كده هم هيعرفوا من نفسهم وهيعزموكي على الايفنتات، هيعزموكي مثلا على اي حاجه جديده نازله عندهم، هتلاقيهم بيكلموكي يقولوا لك تعالي احنا نزل عندنا كذا وكذا 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 وكذا. فهم من نفسهم كانوا بيدوني حاجات ديت انا ما كنتش بطلبها. انا مثلا بشتري بمبلغ معين او الحاجه اللي انا اشتريتها بمبلغ معين، فبتلاقيهم من نفسهم بيحطوا لي الباوتشز. بالنسبه للهدايا الثانيه نفس الشيء، فاهمين يعني مش انا اللي كنت بطلبها، هي لانه بشتري من عندهم دايما. خلاص انا دايما زي ما قلت لكم بشتري من بوتيك محدد ما بغيرهوش. والنوع التاني اللي هو اللويالتي بروجرام، وده للاسف الشديد موجود بس في الامارات على ما اعتقد، ما اعرفش موجود في السعوديه ولا لا، في قطر مش موجود. اللويالتي بروجرام اللي هو زي برنامج بتشتركي فيه اوتوماتيك، يعني مجرد ما انت عندك حساب في ديور بتشتركي فيه اوتوماتيك، مجرد بتسجلي بياناتك الايميل رقم التليفون تاريخ الميلاد والكلام ده كله، وبعد كده بتعلي بالدرجات بتاعته على حسب كميه مشترياتك او توتال مشترياتك عندهم قد ايه. انا مش فاكره الكاتيجوريز كانت ايه بالظبط، فالافضل خليني اقرا لكم اللويالتي بروجرام من الموقع الاماراتي مكتوب عليه ايه. في اول كاتيجوري اللي هي البيرل، عند اول عند تاني مشتريات منهم هتاخدي 2 ديلوكس هديه او سامبل من عندهم. تاني كاتيجوري اللي هي السيلفر مكتوب عليها اكسكلوسيف سيلفر ويلكم جيفت وبريميوم سيلفر بيرثدي جيفت. وبعد كده الكاتيجوري اللي بعدها اللي هي الجولد، اللي هي فيها اكسكلوسيف جولد ويلكم جيفت وفيها هديه عيد ميلادك، وفي ديلوكس جولد فيستيف جيفت واكسكلوسيف بيوتي سيرفيس ل 3 ييرز. واخر كاتيجوري اللي هي البلاتينيوم بيكون فيها اكسكلوسيف بلاتينيوم ويلكم جيفت وبريميوم بلاتينيوم بيرثدي جيفت وديلوكس بلاتينيوم فيستيف جيفت واكسكلوسيف بيوتي سيرفيس لسبع سنين وطالع، ودي بتكون ب7500 درهم وطالع. فعلى حسب المشتريات نفسها بيكون عندك كل هديه ويلكم جيفت وهديه عيد ميلاد، وكل ما بتعلي اكتر في الكاتيجوري سواء كنتي جولد او بلاتينيوم او اي حاجه، عدد السنين عشان تحافظي على الكاتيجوري ديت بتزيد. يعني الجولد 5 والبلاتينيوم اللي هي اعلى حاجه بتكون 7 سنين. لازم انت بنفسك تشيكي على الابلكيشن على الموقع في حسابك علشان تعرفي انت في اي كاتيجوري بالظبط. طبعا المشتريات بتاعتك بتضاف في حسابك سواء اشتريتي اونلاين او اشتريتي من البوتيك. طيب اخر حاجه عايزه اتكلم عليها وهي السامبلز او العينات اللي بناخدها من المنتجات. لو انت في برودكت معين عاجبك وحابه ان انت تجربيه الاول قبل ما تشتريه، وانصحكم بشده تعملوا الحركه دي خصوصا في الحاجات اللي ليها علاقه بالبشره، يعني سواء فونديشن سواء سكين كير اي حاجه، اطلبي منهم عينات منها علشان تجربيها الاول، بالذات الفونديشن. يعني مش هروح اجربه في المحل والله لقيته عجبني واروح مشتريه وماشيه. اوعوا تعملوا الحركه دي بليز، لانه حرام، ممكن يطلع بعدها مش حلو، يتأكسد مع الوقت وما يعجبكيش. فالافضل ان انت تطلبي عينه صغيره من الفاونديشن من السكين كير اللي انت عايزه تاخديه وجربيه براحتك في البيت وكده، وخدي وقتك فيه، وبعد كده لو عجبك اشتريه. الارواز والكلام دوت ممكن تجربيهم على ايديك في المحل، يعني اوريدي، فمش محتاجه. اعتقد هي دي كل المعلومات اللي عندي اللي اقدر اقولها لكم عن الموضوع. لو نسيت حاجه ممكن ابقى اكتبها لكم في الديسكربشن بوكس. فده كان فيديو يعني للناس اللي مهتمه تعرف ازاي كنت باخد الهدايا ديت. بس كده حلوين، ده كان فيديو النهارده. اتمنى اكون جاوبت على كل اسئلتكم، واتمنى تكونوا استفدتوا فعليا من الفيديو. ولو عندكم اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتس واكيد هرد عليكم. فلو عجبكم الفيديو دوت ما تنسوش تدعمونا باللايك وشير الفيديو مع اصحابكم وسبسكرايب لو اول مره تشوفوني. باي باي.